المنظمة العالمية للأغذية اللي تابعة للمنظمة للأمم المتحدة صنفت الجزائر هذا العام كالبلد الوحيد على مستوى الإفريقي وكالبلد الوحيد على مستوى العالم العربي اللي جسد حقيقة أمنه الغذائي. هذا هو المفيد. الانتقادات عليها النور، ولكن المفيد نروح القدام. كاين بعض المصالح اللي ما تدخلش في الطريقة هذه وما تدخلش في هذا الشيء. هذا سيد لابونغير، وأنا متفائل خير لقطاع الفلاحة.